هنتكلم طبعا عن حاجات كتيره. خلينا نشوف مع بعض ياسر عمل لنا حصاد الاسبوع، نشوف في ايه النهارده. عندنا حلقات حاجات كتير وعندنا ضيوف كتير، نشوف الحصاد مع بعض. من الجبليه، المنتخب يستعد لمواجهات شاد وانتقادات بسبب الاختيارات، انسحاب المنتخب الاولمبي من دوره الالعاب الافريقيه، التظلمات تفصل في ازمه الشيخ، الخميس 3 سبتمبر اتحاد الكره يحدد اخيرا موعد انطلاق الدوري. كل ده طبعا كان في الاسبوع الماضي. نطلع من الجبليه، اخر احداث النادي الاهلي طوال الاسبوع الماضي، الاهلي والزمالك يتاهلان لنصف نهائي الكونفدراليه، انقسام في الاهلي بسبب مصير فتحي مبروك، ربيعه يعود للاهلي وعبد الظاهر يطلب الرحيل، الاهلي يستعد الملعب المالي عن طريق ختافي. دي ابرز اخبار النادي الاهلي طوال الاسبوع الماضي. نروح نشوف الزمالك. الزمالك العقد الثلاثي يحل ازمه شيكابالا وتريكا، احتراف عمر جابر لبوردو الفرنسي مهدد بالفشل، انبي يمنح الزمالك مهله لارسال مستحقات كهربا. طبعا ده يمكن زي ما قلنا لكم وابتدينا بيها، فرحه مصريه باول ميداليه عالميه في العاب القوى، روما يلتقي برشلونه 16 سبتمبر في دوري الابطال بطوله قرعه اوروبا. طبعا كوكا ينضم لسبورتنج براغا 5 مواسم، افتتاح دوره الالعاب الشاطئيه في بيسكارا. كل ده ان شاء الله، كل ده خلال الاسبوع الماضي برضو احداث حصلت فيه، هنتكلم عن كل حاجه ان شاء الله وقت حلقنا يكون معانا. عندنا ضيفين او 3 ضيوف مهمين جدا جدا النهارده. هيكون معانا الاول كابتن عبد الستار صبري والكابتن احمد بلال، هيكونوا ضيفين نتكلم معاهم عن الموسم الجديد وتطورات الموسم الجديد. ويمكن كابتن عبد الستار صبري هو المدرب العام لنادي الانتاج الحربي مع كابتن شوقي غريب، وفي انتقالات كثيره جدا للانتاج الحربي، اسامي يمكن قلت امبارح اسامي كثيره جدا موجوده او انتقلت، محمود فتح الله، محمد فضل، صلاح امين، لعيبه كثيره جدا، ويمكن مؤخرا ممكن يكون كمان زيدان موجود معاهم زي ما دخل معانا امبارح وقال ان هو ممكن يكون قريبا من الانتاج الحربي بسبب وجود كابتن شوقي غريب هناك. وكابتن احمد بلال طبعا نجم النادي الاهلي هيكون معانا برضه في نفس الفقره، وهنتكلم زي ما اتكلمنا عن الانتدابات الجديده، الانتقالات، موسم الانتقالات، ويعني رؤيتهم لمباراه الزمالك والاهلي في الكونفدراليه. الجزء الثاني من الحلقه هيكون معانا احد صناع القرار في اتحاد الكره، هو نائب رئيس الاتحاد كابتن حسن فريده، هيكون معانا ان شاء الله في الجزء الثاني. هنتكلم معاه حاجات كتيره بتخص الجبليه، شفنا اخبار كتيره من الجبليه، اكيد يمكن الجبليه دايما بتبقى معرضة للهجوم وللنقد خصوصا في أحداث الأسابيع الماضية، إن كان أزمة الشيخ، الرعاة، الكلام ده كله أكيد عند نائب رئيس الاتحاد كلام لازم نسمعه ولازم نشوف هيقول إيه معانا إن شاء الله. إن شاء الله تكون حلقة مهمة جداً.